السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عزيزة بلوغز بيو. ما قدم لكم الطبق ديال الحوت ديال السردين كواري في الطاجين ان شاء الله. نبداو على بركة الله. قبل ما نبداو ما تنسوناش تدعمونا ويعني بالاشتراك واللايك والتعليق وتبارطاجيو مع العائلة والأحباب والأصدقاء. بسم الله. انا ديجا راني عملت طحنت هذاك السردين، قياس لي عندكم ماشي مشكل. كنضيفوا عليه الربيع، ثم يا يبصه يا الاخر ماشي مشكل، ورا كي بغيت نتوما نديرو تحميره. وواحد شويه القرفه غير جربوها البنات، غتجيكم غريبه ولكن حتى كتجي بنينه غير جربوها. غنديروا الابزار، الزنجبيل والكركم. طبعا الملح كنديرو تعملو شويه الزعتر. انا غندير داك الزعتر دو بروفونس اللي عندي اللي كندير ديما، منهم شويه غنديرو شويه الجري شويه الزعتر ماشي بزاف، وعصير حامض شويه. كنعملو كمون، طبعا الحال الروز غادي نديرو هكا يعني معلقة. كندير هكا خضر صافي ما نسيت والو. وواحد القضية، الا كان مثلا غسلتوه وفي ساعة يعني عملتوه خفتو يعني كيجي بحال جاري، ديما ضيفو مع اما معلقة ديال لاشابلوغ يعني الخبز المطحون، ولا معلقه صغيره ديال المايزينا. فهمتوا؟ انا نشوف انا مجموع عندي، غندير غير شويه وصافي، غندير غير شويه. غنجمع هادشي وغادي ندير كويرات، غادي ندير مقيله فيها شويه الزيت بحال غادي غير نخليه يتشحروا بحال غير يقبط راسو شويه، ما غاديش نقنقل فيه ولا غنغطيهم كنحركو غير بالمقله غير من اليد، ما نقيسوش يعني باش ما يتحلش. ومن بعد نرجع باش نوريكم كيفاش غندير هادشي. غندير في الطاجين طبعا الحال بالخضره، درت خيزو بطاطا سلقتهم من السلقه، درتهم مع مرقه الزبده ومليحه، ودرت نتاع الثومه يعني غير سنينه وورقه الرمد. انا درت معاهم هاد لي زيغ دو بروفونس كاملين، ثم درو غير هذا ورقه الرمد صافي. من بعد غادي نكمل معكم. شفتو البنات بحال هكا غير شويه شويه وصافي. ومن بعد غادي ملي ناخذ الطاجين ندير فيه نشحر فيه شويه البصله مع الثومه صافي، ونجي معكم باش تشوفوا كيفاش غادي ندير له. هاي درت البصله هنا في الطاجين مع شويه زيت العود، وغندير معها الثومه، ثم ديروا الثومه الاخر اللي عندكم ماشي مشكل، وغنخليها تشحر واحد شويه. من بعد غادي نزيد على داك البطاطا وخيزو اللي سلقت من السلقه، ونحط سميتو
هذوك هو هاد الحويطات هاد السردينات اللي صايبت هاد الكويرات زعما ملي نديرو مع سميتو هنايا وعاد نصايب لاصوص يعني نشربو اللي غادي ندير مع البطاطا ونعاود نهرق فوق حتى هادوك الكويرات. هانتوما معايا بالنسبه للبطاطا وخيزو هما هادو سلق نسلقه مع مليحه و المهم عندكم مره نديرو الرندران ديال ديك ليزير دو بروفونس وراس ديال الثومه وشويش زبده باش يجيو بنانين يجيو لذاد. صافي دابا ندوزو للشرموله اللي غنوجد باش غندير من بعد في الطاجين. بالنسبه للشرموله اللي غادي ندير معاهم مطيشه هي راني طحنتها غندير معاها الربيع الكزبره والمعدنوس ندير مع عصير الحامض معلقه ديال هذيك مطيشه مركزه معلقه غادي ندير معاها التحميره ندير الابزار وندير سكينجبير زنجبيل كركم وديرو نتوما الزعتر اللي عندكم. انا عندي شويه من هذوك الاعشاب موسمه الثومه طبعا حيت راكم عارفين الحوت كيبغي الثومه صافي وندير شويه زيت البلديه زيت العود نخلط هادشي مليحه كتغنساها بحال على حسب الذوق يعني الانسان غيشوف القياس. دابا هاد الشرموله هي اللي غادي ندير من بعد ملي غادي تشحر البصله وغادي ندير نستف خيزو البطاطا يعني الجزر والبطاطس نولي ندير هاد الشرموله ونحط هاد الكويرات ديال السردين وندير شويه ديال الفلفل اللي كاين يعني الخضراء ولا الحمراء اللي كاين. هانتوما معايا غتشوفو كلشي ان شاء الله. هاهي من بعد ما تشحرات الحيله ديالنا غادي نزيد فيها هاد الفلفل خيزو خيزو نديرو بطاطا حقا بالنسبة للشرمولة غنسيت الكامون مدرتوش عاد تفكرتو دابا ولي ذكرتو هو ديرو مع الشرمولة دابا نديرو الشرمولة راني خففت حقا بشوية الماء لي مسحت فيه البطاطا وخيزو هداك مترميوش داك باش غادي نديرو ندير شوية هكا نخلي شوية فوق السردين وشوية فلفل. ها هو البنات دابا غادي نزيد فوق منو ديك الشرمولة اللي بقات نص ديالها بحال هكا والفليفلة وداك يعني دواء الحامض راه كيجي رائع لذيذ جربوه. صافي دابا غادي نسد عليه ونخليه يطيب.